ونشكر من كانوا مثالا مشرفا ومثالا للصلابة. هم المجموعة الشريفة التي اعتصمت لأكثر من شهرين في هذه الساحة. والآن الكلمة لممثلهم في هذا الاعتصام إبراهيم العثمان. السلام عليكم يا جماعة، مساكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. في البداية أحب أشكر القائمين على هذه الفعالية وعلى استضافتهم لنا، كذلك أحب أشكر جميع المساهمين والحضور في هذه الفعالية. اليوم جيت أتكلم مو على أساس أن إبراهيم العثمان، ما جيت أمثل نفسي ولا جيت أمثل تيار أو كتلة أو حزب أو توجه معين، ما جيت أمثل فكر ولا أمثل رأي سياسي معين. جيت اليوم أبي أوصل رسالة من إخوانكم المعتصمين في العدل، شباب مخلص وطني اعتصموا في العدل علشان إخوانهم المعتقلين والمحكومين. من تاريخ 7 فبراير ولغاية اليوم هذا هم موجودين في حديقة البلدية معتصمين مستمرين وبدون توقف، بغض النظر عن سوء الأحوال الجوية أو الظروف اللي يمرون فيها، وبغض النظر عن الارتباطات العائلية والاجتماعية أو أي أمر يمرون فيه. الكثير منهم عنده مشاغل خاصة فيه، وفي منهم اللي عليهم قضايا واللي لهم محاكمات وجلسات، مع ذلك مستمرين في الحضور في حديقة البلدية. ما يجمعهم رأي سياسي معين أو توجه معين، يجمعهم المبدأ، مبدأ أن الكلمة ما تسجن صاحبها. تجمعوا لأنهم ضد محاكمة النوايا، وتجمعوا لأنهم ضد تلفيق التهم، وتجمعوا لأنهم ضد تكميم الأفواه وضد تضييق الحريات. الشباب المعتصمين حبوا يوجهون رسالة لإخوانهم في المعتقل ولإخوانهم المحكومين، حبوا يوجهون رسالة إلى راشد وعياد وحامد وصقر أورنس وبدر ومحمد وغيرهم من المعتقلين والمحكومين، إن حنا ما زلنا معتصمين من أجل شباب وطني مخلص ضحى بحريته من أجل الوطن والمبدأ وقال كل اللي في قلوبنا. حبوا يوجهون رسالة لإخوانهم في المعتقل يقولون لهم إنكم أنتوا اللي علمتونا إن ما نخون، وأنتوا اللي علمتونا إن الكبرياء وكبرياءنا حنا كله ما هو مجال للشك أو في مجال للجدال، وعلمونا إن المبدأ واحد ما يتغير، وعلمونا كذلك إن الحر يكره عيشة الجبناء، وإن الحر لا يرد أي شيء عن قول كلمة الحق. كذلك علمونا أن بكرة لما يتم الإفراج عنهم بقرب وقت إن شاء الله، ولما نتحقق جميع مطالبنا راح نخجل ونستحي من صمودنا وصبرنا وجهدنا وتعبنا، لأن هذا ما راح يضيع بلاش إن شاء الله. إخوان المعتصمين حبوا يوصلون رسالة عتب إلى النواب السابقين والنشطاء السياسيين، ويعلم الله أن العتب على قدر المحبة. في كل القضايا والمشاكل اللي يواجهونها النواب السابقين والنشطاء تجد الشباب في الصفوف الأولى، وكانوا نعم العون والسند لهم وكانوا ظهرهم. في المقابل هم ما يبون منهم ولا شيء، كل اللي يتمنونه هو وقفة جادة ووقفة صادقة بينهم، يتضامنون معاهم ويأخذون بيدهم إلى أن تتحقق جميع المطالب. محزن أن هذا الوطن وبعد مرور 50 سنة على الدستور يستورد القمع وتضييق الحريات وتكميم الأفواه بدلا من تصدير الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير. المجد للوطن والحرية للمعتقلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.